بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الكريم عبد ربي متعاون وصحفي قيدوم بمنبر مغرب الموطنة، باسم مديري الحاج خالد الرحامي مدير المنبر الإعلامي الإلكتروني والورقي، تلبية للدعوة للا صالحة، وأشد على يدي للا صالحة التي راسلت المندوبية ووصلت الدعوة وسجلنا الحضور للاطلاع على الورقة التقنية وعلى البرنامج ككل لتدوين المناقشات العامة ونقل وسماع هذا التقرير. وتحية باسم مديري لفريق بحث في تدريس اللغات والآداب والعلوم الإنسانية المشارك مع فريق البحث العلوم والديداكتيك مختبر البحث العلمي والتطوير البيداغوجي. فعلا ندوة وطنية ناجحة بامتياز، ولكن أتمنى أن تنفتح هذه الندوة على عدة مضغات، وحتى لا تبقى هذه الندوة داخل هذه الأسوار. واحترامي ونسيت التحية موجهة لمدير المركز أيضا على توفير القاعة وعلى توفير الفضاءات داخل المركز. فالندوة التعليم والتعلم عبر بيداغوجية المشروع، علما أن المشروع من أهم الطرق التربوية الحديثة تهدف إلى تكوين شخصية المتعلم وتعويض المتعلم أو المتعلمة على النفس في علاج المشكلات. حتى لا أكرر ما جاء في المداخلات، فعلا في المستوى، وتحية لجميع الأساتذة على التنوير وعلى المستجدات في إطار سياسة المغرب بالنسبة للمستجدات في بيداغوجية. ومن هذا المنبر سنقوم بإشعاع إن شاء الله لهذه الندوة الوطنية، فتحية مجددة لصالحة أرزاق، وتعزينا الحارة لأخيها أسكنه الله مسيح جنته وجعله من الشهداء والصالحين، وألهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة للتقرير، ألتمس منكم كمواكبة حتى أقوم بالتغطية الإعلامية لكل المداخلات بكل صدق وأمان، وأنا كما أقول في كل مداخلتي أكتب بقلبي وليس بقلمي، غيرة على مكناف. بعدما كنا إقليم وصرنا نعم غيرة على مكناسة، لأنني بحكم عبد الربيك كمنبر وكأستاذ متقاعد منذ 3 سنوات. نعم، وأشكر مرة أخرى اللجنة المنظمة لهذه الندوة الوطنية، وأعتذر عن الإطالة، إلا أن من بين التوصيات حتى لا يبقى هذا الخطاب علمي أترجم ننتقل إلى الممارسة الفعلية فعلا. فكل المداخلات للسادة الأساتذة كانت في الأوج الطوب، فهنيئا لكم، وألتمسوا تطبيقا حارة لصالحة والمدير ومحمد زيد ومحمد العالمي ولالة سامية سمية الزاهر ونورة مستغفر وكريمة مشواق ومولاي مصطفى البرزاوي والأستاذ مولاي مصطفى العناوي وسيد عبد اللطيف ومحمد البوحي ومحمد الشرقاوي ومحمد أو أحمد أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. اسم خير الأسماء، خير الأسماء ما حمد وعبد، أسماء أبكار ومحمد مرحي وللا زينب
أيت وعزال، وسيدي محمد جلس. أتمنى أن أكون لن أنسى اسم الأسماء، وإن نسيت فذكروني، لأن القلم ينبغي أن ينقل بكل صدق وأمان ما جاء في الندوة الوطنية. فتصفيقات حارة